في الجزئية دي نستعرض معاك عدد اللاعبين الكبار الذين يعني شغلوا العالم، على رأسهم ميسي، والذين تخرجوا من هذه الأكاديمية. نعم، هو فكرة الأكاديمية في أكاديمية لاماسيا أعلى شوية من فكرة الأكاديميات العالية العادية في كرة القدم. ففكرة لاماسيا إنه ينغمسوا الأطفال من عمر صغيرة جدا في ثقافة النادي، ويعرفوا التقاليد المرتبطة بالمجتمع الكتالوني، وصولا لطريقة لعب الفريق الأول، أو ما يعرف بـ DNA برشلونة، طريقة اللعب المعروفة اللي هي التيكي تاك. ففي أسماء كثيرة جدا مرت على الأكاديمية، لكن الأكاديمية وصلت ذروتها في عام 2010 لما وصلوا للكرة الذهبية. المرشحين الثلاثة كانوا ميسي وشافي وتشافي وإنيستا، ثلاثة لاعبين من نادي واحد. حتى سلم جائزة الكرة الذهبية نفسه كان بيب غوارديولا مدربهم نفسه، فهذا كان حدث غير عادي بالنسبة للأكاديمية. في عام 2012 ايضا في مباراه اوساسونا في الدقيقه 10 تقريبا تعرض دانيال الفيز لاصابه، طلع وحل بديل عنه مانتويا، فكان ال11 لاعب الموجودين داخل المباراه من اكاديميه لاماسيا بدخول مانتويا. ما حصلت في تاريخ اي اكاديميه من الاكاديميات في كره القدم ان ال11 لاعب يكونوا من تكوين الاكاديميه، والاكاديميه تمر دائما بفترات تاريخيه من تاريخ تاسيسها في 83 على يد يوهان كرويف والرئيس نونيز، انه فترات يكون فيها بزوغ كبير جدا زي الفتره من 2008 ل 2015، واحيانا يقل فيها عدد اللاعبين. طيب.